يسأل هذا يا شيخ، يقول أريد من الشيخ صالح أن يوجهني في أيهما أفضل في الكتب، في كتب الفقه المختصرة أن أقرأ بها. المهم ما هو الكتب، المهم المدرس. فإذا وجدت مدرسا متقنا للفقه فهو يوجهك إلى الكتاب المناسب. وبالجملة عليك بالمختصرات، اقرأ في المختصرات على المشايخ أو في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية، إما دراسة نظامية أو دراسة في المساجد أو على المشايخ. المهم أمران: أولا الكتاب المفيد، وثانيا المدرس المفيد. نعم.